إن شاء الله راح نتكلم في درس بسيط جدا عن هل هناك علاقة بين وجود دم على حفاظة الطفلة خلال أيامها الأولى بالبلوغ المبكر؟ هل هناك علاقة بين وجود الدم والبلوغ المبكر عند الأطفال الصغار؟ طبعا راح نتكلم عن هذا الموضوع بالتفصيل أكثر. طبعا الإجابة كلا، لا علاقة أبدا لهذا الدم بالبلوغ المبكر، لأن هذا الدم نتيجة كمية الاستروجين المأخوذة من الأم إلى الطفلة، وأيضا بظهوره نتأكد من أن رحم الطفلة طبيعي. أيضا هذه طبعا لها علاقة بين الرحم والطفلة. طرق الوقاية لحماية الطفلة من هذه الأعراض النسائية هي طبعا النظافة الشخصية للطفلة، عدم ترك الطفلة لوحدها طبعا مما يعرضها للسقوط أو الاعتداء الجنسي، أيضا الأخذ بعين الاعتبار كل شيء تعاني منه الطفلة من أمراض في هذه المنطقة، أيضا مراقبة التغيرات التي تصيبها في هذه المنطقة بالتحديد، وأيضا التشخيص المبكر للحالة إذا هي فعلا يعني مصابة بمرض في هذه المنطقة. هذا أهم الأشياء اللي ممكن نبحث عنها في هذا الموضوع أو الدائرة المختصة في هذا المسار بالتحديد. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، نشوفكم إن شاء الله في درس قادم.